جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، سلم. جاء الموت بما فيه، سلم. جاء الموت بما فيه. قال أبي: فقلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، صلى الله فكم عليه وسلم. أجعل لك من صلاتي؟ الربع. فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، صلى الله. فقال عليه وسلم. أبي: أجعل لك من صلاتي الثلث؟ فقال الحبيب: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: الثلثين؟ النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، صلى الله عليه وسلم. كيف لا نصلي عليه؟ صلى الله عليه وسلم. كيف لا نسلم عليه؟ كيف لا نتقرب إلى الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه مع كل نفس من أنفاس حياتنا؟ كيف؟ وقد بين ربنا جل وعلا مكانته صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى، فقال سبحانه في قرآن يتلى وسيظل يتلى إلى قيام الساعة: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم أمر أهل الأرض من أهل الإيمان أن يصلوا عليه ليجتمع له الثناء في أهل السماء وفي أهل الأرض، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا أردتم أن يفرج الله همكم فأكثروا الصلاة على الحبيب، إذا أردتم أن يغفر الله ذنوبكم فأكثروا الصلاة على الحبيب، إذا أردتم سعادة الدنيا والآخرة فأكثروا الصلاة على الحبيب، وتخلقوا بأخلاق الحبيب، وسيروا على درب الحبيب، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلمي. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد إلى يوم الدين.